الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعةٍ ضلالة. أما بعد، نواصل في قراءة موطأ الإمام مالك مع شيء من التعليق. انتهينا عند كتاب الحج في ما جاء في صيام أيام منى، نعم أتممنا الباب أفضل. أقول بالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله، قال في كتابه الموطأ: ما يجوز من الهدي. قال: ما يجوز من الهدي، المقصود ما يجوز من الهدي الذي هو هدي الحج، الذي هو هدي الحج. الهدي في الحج على أقسام، وهو أربعة أقسام عندنا، أو على قسمين: هدي واجب وهدي التطوع. هدي واجب وهدي التطوع. هدي التطوع يتطوع به الحاج، ومثله ما يتطوع به المعتمر، فهذا من باب التطوع. وأما الهدي الواجب في الحج فهو على ثلاثة أقسام: هدي الواجب هدي القران والتمتع، وهدي اللي هو جزاء الصيد، وهدي اللي هو هدي الفدية. فإذا الهدي في الحج على قسمين: هدي تطوع وهدي الواجب. هدي التطوع يتطوع به الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم كم أهدى؟ أهدى 100 بدنة أشرك فيها عليا معه رضي الله تعالى عنه. 100 بدنة ليست كلها واجبة. الواجب من هدي الحج هو واحد، فالأخرى من التطوع، والأخرى من التطوع. فهذا الهدي التطوع يتطوع به الحاج، يتطوع به الحاج. مثلا المفرد الذي يقول لبيك اللهم حجه لا يلزمه الهدي، لكن إذا تطوع بهدي جاز. القارن والمتمتع يلزمهما الهدي، لكن إذا أهدوا أكثر من واحد فهدي القران أو التمتع هو الواجب والباقي تطوع. فهذا هدي التطوع. الواجب عندنا هدي القران والتمتع. من لبى بالحج والعمرة أو لبى بالعمرة في أشهر الحج واعتمر وتحلل وبقي بمكة وحج من عامه والعمرة عن نفسه والحج عن نفسه، فهذا متمتع يلزمه هدي. هذا هدي الجبران، هدي الجبران وهو هدي القران والتمتع. وعندنا هدي الفدية، وهدي الفدية يلزم من فعل محظورا أو ترك واجبا، من فعل محظورا أو ترك واجبا. ويلحق بهدي الفدية من جامع قبل، أفسد حجه بأن جامع قبل التحلل الأول، أو كذلك هذا يلحق به، هذا يلحق به. هذا هدي الفدية، هدي الفدية، وهو من فعل محظورا أو ترك واجبا، فعل محظورا أو ترك واجبا. ويلحق به الهدي لمن جامع قبل
التحلل. وعندنا هدي الجزاء، وعندنا هدي الجزاء، وهدي الجزاء اللي هو جزاء الصيد، وهدي الجزاء الذي هو جزاء الصيد. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هي الثلاثة، ها؟ فأما هدي التمتع القران وأتم القوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا هدي الإحصار أيضا، وهذا قد تجعله رابعا، هدي الإحصار الرابع. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا اللي يكون فيه هدي الفدية والجبران، ففدية. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، اللي هو هدي التمتع والقران. والآية الأخرى، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره الآية. فإذا الهدي في الحج عندنا هدي التطوع، وهو ما يتطوع به الحاج. وعندنا الهدي الواجب، منه هدي التمتع بالعمرة للحج، وهذا يدخل فيه القارن المتمتع، وهدي الفدية من ارتكب محظورا أو ترك واجبا وفيه خلاف طويل ويلحق به من أفسد حجه بالجماع قبل التحلل، وفيه هدي الإحصار فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، وفيه هدي الجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا. والهدي في هذه الأنواع في قول الجمهور أفضله الإبل، أفضله البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأفضل الهدي في الحج هو ماذا؟ هو هدي، هو الإبل، الإبل أفضلها، ثم البقر، ثم الغنم، لأن في الحج يراعى كثرة اللحم، قال بعض العلماء، بخلاف الضحايا. فالأضاحي عند مالك الأفضل هو الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. والغنم أفضليتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش ولطيب لحمها. إذن هدي الحج أفضله ماذا؟ الإبل، ما عدا هدي التمتع، ها؟ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا قول جمهور العلماء أن ما استيسر من الهدي هي الشاة، ماذا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يجوز من الهدي. هذا ما يتعلق بالهدي في الحج، واضح فيه هدي تطوع وهدي واجب، والواجب هدي التمتع والقران، هدي الفدية لترك واجب أو فعل محظور الحق به من أفسد الحج قبل التحلل، هدي الإحصار، وهدي الجزاء. وكلها الأفضل فيها البدنة. طيب هدي الجزاء معروف، ها؟ مثله، يكون المثلية سبق الكلام عليه. وهدي التمتع فما استيسر من الهدي قلنا قول الجمهور أنه الشاة، وهو الصحيح، ونقل عن ابن عمر البدنة. بالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله روى عن نافع
عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. الإسناد هكذا وقع في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليث أن مالك روى عن شيخه نافع، وشيخه نافع روى عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر ابن حزم. والحقيقة أن كل من نافع وعبد الله بن أبي بكر محمد بن عمر حزم كلاهما شيخ لمالك، ونافع أرفع من عبد الله بن أبي بكر، فعبد الله بن أبي بكر في طبقة من يروي عن نافع، من يروي عن نافع، ولا يعرف لنافع رواية عن عبد الله بن أبي بكر، لم يروي نافع عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما يصلح عبد الله بن أبي بكر أن يروي عن نافع، وقد روى عن نافع من هو أجل منه. ففي نسخة يحيى بن يحيى الليثي جاءت هكذا: مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر. اتفق الشراح على أن هذا خطأ ووهم، خطأ ووهم، ذكر ذلك غير واحد ممن شرح الموطأ وتكلم عليه وعلى أسانيده، وصوابه مالك عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمر ابن حزم. عندكم كيف؟ مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر. طيب، هذه نسخة الليثي. نعم نعم، ما بي ايه. ها يزيد بن عبد الله بن عبد الهاد، ها يزيد بن عبد الله بن هادي، يزيد بن عبد الله ابن الهادي. نعم، هذا الموطأ رواية أبي مصعب الزهري المدني على الصواب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر محمد بن عمر بن حزم الحديث إلى آخره، لكن وقع في رواية يحيى هذا الوهم وهذا الغلط. نعم، طيب، هذا الحديث جاء مرسلا، ها مرسلا، جاء مرسلا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى، يعني ساق معه الهدي، كان هذا الهدي جمل، هذا الهدي هو جمل لأبي جهل بن هشام أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة. هذا الحديث جاء عند أبي داود من طريق آخر بلفظ أوضح من طريق مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية، أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كان لأبي جهل، جملاً كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، وقيل برة ذهب، وفي بعض الطرق زيادة يغيظ به المشركين، يغيظ به المشركين. فهذا الحديث عند مالك جاء مرسلا لكنه مسند من طرق أخرى، من طرق أخرى. فقيل أن هذا الجمل صفي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء صفي له، أي شيء يصطفى له ويختار، يختاره من الغنيمة من سيف أو درع خالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو له سهم في الخمس من الغنيمة كما قال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية. فهذا الجمل كان لأبي جهل وصار في الغنائم، فكان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل عام الحديبية أنزله وساقه معه هديا يغيظ به المشركين. قال: يغيظ بذلك المشركين، يغيظ بذلك المشركين.
وهذا الحديث فيه ما يدل على سوق الهدي في الحج ومثل ذلك العمرة. وسوق الهدي في العمرة إنما يكون تطوعا، العمرة ما فيها هدي، العمرة ليس فيها هدي، إلا من كان يجب عليه هدي في نسك سابق وجاء به في عمرته، هذا شيء آخر. ولكن سوق الهدي في العمرة هذا من هدي التطوع. وفيه أيضا أن الهدي ينبغي أن يستسمن وأن يختار أعظمه وأسمنه، وهذا ما يدل عليه لفظ الجمل أو لفظ البدنة، وتسمى البدنة لبدانتها أي عظمها. ولفظ البدنة يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيطلق على الجمل ويطلق كذلك على النوق. بعض أهل العربية جعلوه خاصا بالذكر، لكن ذكر بعضهم أنه يطلق على هذا وعلى هذا. والحديث يدل أيضا على جواز الهدي من الذكور، من ذكور الإبل وإناثها، وهذا محل إجماع. وفيه أيضا أن الإبل أفضل في الهدي من الغنم، ومن الغنم. وينبغي في الهدي ومثل ذلك الأضاحي أن يختار أسمنها تعظيما للشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا. ولا شك أنه ينبغي أن يراعى هنا صلاح النية، يعني يشتري إنسان أغلى بأغلى الأثمان الأضاحي أو الهدي، ولكن لا بد أن تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك المراءة أو التسمية. ثم روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. يسوق البدنة، البدنة لها راكب من فوقها، ولها قائد أمامها، ولها سائق من خلفها، هكذا الدابة، فقائدها أمامها وسائقها من ورائها وراكبها من فوقها، هكذا الدواب. والسيارة قائدها وراكبها وسائقها عند مقودها، فتكون رخصة سياقة ورخصة قيادة ورخصة الركوب. ها، وبعض أهل اللغة الآن يدققون يقولون الأحسن أن تكون رخصة القيادة وليست السياقة، يظهر الأمر فيه ساعة، ليس كالدواب. الدواب سائقها من ورائها يهش عليها أو يزجرها، والقائد أمامها والراكب من فوقها. وإنما فرق العلماء بين هذه الثلاث كما مر معنا لمن حضر في شرح أبي سعيد القيرواني وغيرها من أبواب الفقه، للاختلاف في من يتحمل أرش الجناية إذا رفصت الدابة شخصا، يعني الدابة تصك واحد، شكون يخلص؟ القائد ولا السائق ولا القائد ولا السائق ولا الراكب؟ إذا اجتمع في الثلاث لا إذا انفرد الواحد، هذا فيه فرق. الحاصل رأى رجلا يسوق بدنة يعني من خلفها فقال اركبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدن، إنها بدن يعني هدي، مقصود هدي، وإلا فكونها بدن بدن واضح. فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة، في الثانية أو الثالثة. وهذا حديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق هذه البدنة فقال اركبها، فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدنة هي هدي الحج، وهدي الحج أنت قد نويته لله تعالى، إما بالتقليد بالنية أو بالتقليد والإشغال والتجليل كما ألم سيأتي ذكره. فإذا جعلته خرج من ملكك
وصار في ملك الله سبحانه وتعالى. وما صار في ملك الله جل وعلا لا يجوز لك أن تعود فيه لتنتفع به، لتنتفع به. ولهذا فات أن أشير لما ذكرت في أحكام الهدي، هدي التطوع وهدي الواجب والتمتع وهدي الفدية وهدي الإحصار وهدي الجزاء، هذه الأنواع منها من ما تأكل منها ومنه ما لا تأكل. هدي التطوع تأكل منه وهدي التمتع تأكل منه، لكن هدي الفدية لا تأكل منه، بل هو لفقراء مكة. وهدي الإحصار لا تأكل منه، وهدي جزاء الصيد لا تأكل منه. نعم. فظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس عنده الخبر أنها قد أهديت، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها. في الثالثة ويلك، في الثالثة. وجاء في بعض الروايات من طريق ابن عبد الحكم المالك قال في الرابعة، قال يا رسول إنها بدنة، فقال في الرابعة اركبها ويلك، لكن أكثر الطرق على أنها في الثالثة. وكذلك اختلف في إسناد الحديث على كل، لكن هو حديث صحيح كثرت طرقه. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في ركوب الهدي، آذن في ركوب الهدي. ولوجود القاعدة التي هي مضطردة في المسائل الشرعية، وهي أن الشيء إذا أخرجته من ملكك وصار لله ليس لك أن تنتفع أو أن ترجع فيه بشيء من الانتفاع إلا ما كان مأذونا فيه بالشرع. يعني إذا تصدقت بالشيء وقبض المتصدق عليه صدقته ليس لك أن ترجع، وإذا وهبت وقبض الآخر الهبة ليس لك أن ترجع، وإذا أوقفت وحبست لله فليس لك أن ترجع في قول الجمهور خلافا للأحناف. وهكذا فالشيء إذا أخرجته ليس لك أن ترجع فيه، ليس لك أن ترجع فيه. وورود حديث آخر أيضا جعل أهل الفقه يختلفون هل يجوز ركوب الهدي أو لا. طائفة من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد وبعض الظاهرية قالوا يجوز ركوب الهدي سواء كانت هناك ضرورة أو ليست هناك ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اركبها، بل وشدد عليه، أعاد الأولى والثانية والثالثة في رواية الرابعة، وقال ويلك، ويلت، ويلك كلمة يعني تهديد، كلمة عذاب وتهديد، وهي تساق وتخرج مخرج الدعاء ويلك، بخلاف ويحك قيل كلمة رحمة، فقالوا بالجواز. وطائفة أخرى قالوا بل يجب أن يركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر له هذا الخطاب بصيغة الأمر اركب اركب. وذهب جمهور الفقهاء ومذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وجمهور أكثر الفقهاء إلى أن الهدي يكره ركوبه، ويكره أن يشرب من لبنه إلا للضرورة والحاجة، إلا للضرورة والحاجة. قالوا بدليل ما روى مسلم من حديث أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل عن ركوب الهدي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها إذا ألجئت إليها ولم تجد ظهرا غيرها، ولم تجد غيرها، اركبها إذا ألجئت إليها ولم تجد غيرها أو ظهرا غيرها. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الركوب إنما يكون للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بماذا؟ إذا ألجئت إليها، وكذلك لم تجد غيرها، أو قال
حتى تجد ظهرا. قال في لفظ الحديث: اركب اركبها بالمعروف إن ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركبها بالمعروف يعني لا تتعبها ولا تثقل عليها ولا تحمل ما لا تطيق، فذلك غير جائز. بالمعروف إن ألجئت إليها، فيه الإلجاء الحاجة والضرورة، حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا، إلى أن تجد الشيء الذي تركبه. فما دمت احتجت إليها اركب وبالمعروف. سيأتينا في آخر الباب من قول عروة ما يدل على المعنى، ومن قول ابن عمر كذلك ما يدل على أن الركوب للضرورة والحاجة، وهذا أقرب لأن فيه الجمع بين الأحاديث. فالهدي لا يركب، وإذا احتاج إليه ركبه ما دام ألجأ إليه إلى أن يجد ظهره. نعم. وإذا ركبه فلا يلزمه شيء ولا يترتب عليه في ذمته شيء، وهو قول مالك رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا يلزمه طعام قدر اللبن الذي شربه، وطعام قدر النقص الذي لحق بالهدي عند ركوبه. نعم. ثم روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة، قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. يعني ابن عمر كان يهدي الحج بدنتين، هذا فيه إشارة أنه له أن يتطوع بما شاء ويسوق منه ما شاء، ففيه بدنة الهدي الواجب والآخر من هدي التطوع، ومثل ذلك أيضا في العمرة. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وترك ما غبر منها لعلي رضي الله عنه، ثم أمر من كل بدنة أن يجعل قطعة، يقطع منها قطعة، فجعلها في قدر وطبخت وأكل منها، فكان بذلك قد جمع الأكل من 100 بدنة. وهذا مما يؤكد استحباب، بل قال بعض أهل العلم الوجوب أن يأكل من أضحيته ومن هديه. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة يضحي بكبش صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كان يأتسي ويمتثل لهذا. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة. هذه هي السنة في نحر البدن. عندنا الغنم يذبح، وصفة ذبحه أنه ماذا؟ يستقبل به القبلة ويضجع على جانبه الأيسر، ثم يثبت كتفه الأيمن بالرجل اليمنى، يرفع رأسه ويذبح موضع ماذا؟ اللبة، موضع الحلقوم عند التقاء الرقبة مع الرأس، فهذا موضع ليس اللبة، هذا موضع الذبح. نعم. وأما الإبل فالسنة في نحرها إذا أمكن أن تبعث قياما، كما قال جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف، بمعنى قائمة،
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال ابعثها قائمة أي على ثلاث ويربط رجلها اليسرى أو اليمنى فكذلك ينحرها إن أمكنه ذلك. وهذه القراءة هي المشهورة فاذكر اسم الله عليها صواف أي ماذا صفت قوائمها وقرئ صوافنا أي قائمة على ثلاث وقرئ صوافي أي خالصة لله تعالى. قال ينحر بدنة وهي قائمة واستفيد هذا أيضا من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وجب سقط لازما محله أي إذا سقطت دل ذلك أنها ماذا نحرت عن قيام. وجاء هذا في الصحيح كما ذكرت من حديث ابن عمر وأن الإبل تنحر قائمة معقولة أي مربوطة الرجل اليسرى أو إحداها والله أعلم. قال في دار خالد بن أسيد في دار خالد بن أسيد يعني التي كانت هي دار ابن عمر كان فيها منزله. فخالد بن أسيد هذا إما باعتبار المآل ولا باعتبار الحال يعني الآن هي دار خالد بن أسيد أو صارت دار خالد بن أسيد لكن قد كانت هي ماذا منزل عبد الله بن عمر. وهذا يأتي في بعض الآثار في متون السنة سواء الآثار الموقوفة ولا المرفوعة تذكر بعض المناطق وتنسب إلى ساكنها أي الذي صار بعد ذلك أو الذي كان قبل ذلك مثل حديث أنس في الاستسقاء قال فيه فدخل الأعرابي من باب كان وجاه دار القضاء وجاه دار القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الباب ليس أمامه دار القضاء يعني دار القضاء الذي صارت بعد ذلك التي يذكرها راوي الحديث. ومثله في بعض حديث الحج لما يذكر الراوي السعي بين الصفا والمروة يذكر حيث بين العالمين الأخضرين فيذكر العلامة الأولى والثانية عند دار بني العباس أو دار فلان أو فلان أي التي صارت بعد ذلك أو كانت قبل ذلك ونحوها. فدار خالد بن أسيد هذه التي كانت هي منزله كانت بمكة كانت لماذا بمكة وهذا هو موضع النحر في الحج في العمرة ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة فإن ينحرها ينحرها ماذا في مكة. طيب والحج الحج النحر يكون في منى في منى وهل ينحر بمكة خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أن النحر في منى ومنهم من يرى أن النحر في منى بشروط ثلاث سيأتي ذكرها هو مذهب مالك ومنهم من يرى جواز النحر في منى وفي مكة وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل في ومكة منحر وكل فجاج مكة منحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي. وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته اللبة موضع النحر وهي موضع التصاق الرقبة مع الصدر فالإبل تنحر بمعنى يطعن في لبتها والطعن يكون عموديا ليس كالذبح يكون افقيا عرضا فالإبل تنحر أي تطعن وتعقر في اللبة ثم يقطع يمينا وشمالا. قال حتى خرجت الحربة من تحت كتفها وهذا مما يدل على قوة عبد الله بن عمر. وقد قيل في ترجمته وترجمة أخيه عبيد الله في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب وترجمة عبيد الله بن عمر بن الخطاب أنهما كانا يشبهان أباهما في القوة والجلد
وعظم الخلق الخلقة حتى خرج من تحت كتفها. وفي هذا الأثر أن ابن عمر هو الذي تولى ذبح أضحيته، وهذا الذي ينبغي، أو هديه، أن يتولى صاحب الهدي وصاحب الأضحية، وقل مثل ذلك في الذبائح التي يتقرب بها أن يتولى هو الذبح فهو أفضل. وعند مالك يتأكد أن يتولى الهدي أو الأضحية صاحبها ولا يذبحها أو ينحرها غيره إلا إن أراد كفايتها أو أن يقوم مقامه، وإلا فيتأكد أن يتولاها صاحبها. والهدي في ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نحر بيده الطيب الشريف عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وهذا مما يؤكد أفضلية تولي صاحب الهدي والأضحية ذلك بنفسه. ولهذا مالك رحمه الله كان يشدد في هذا. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة، يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم روى مالك عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما نجيبة، تشوفونها، تلاحظون في جميع في أكثر الآثار ذكر البدنة، إشارة إلى أنثى الإبل، فقيل أنهم كانوا في الغالب والأكثر يعني ينحرون في الهدي النوق أكثر من الجمال، ولهذا استحب بعض العلماء ذلك وقالوا البدن الأنثى تستحب ويستحب نحرها في الحج، واسمها مشتق يدل على تعظيمها، البدن من البدن والبدانة العظم والكبر، وهذا مما يستحسن ويستحب ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي أعظم من الشاة، قال إحداهما نجيبة، هكذا جاء في هذه النسخة، وفي بعضها تصويب إحداهما بختية، هكذا جاء في التصويب. نعم، وهكذا جاء في الروايات الأخرى، إحداهما نجيبة وفي بعضها إحداهما بختية. فرواية يحيى إحداهما نجيبة، نجيبة من النجابة، النجيب يقال النجيبة من الحيوان أو النجائب، النجائب هي الفاضل من كل حيوان، يسمى نجيب ونجيب. والنجيبة من الناقة هي أيضا الخفيفة والسريعة والقوية، القوي والخفيف والسريع من الإبل، فيقال ناقة نجيبة، ويقال أيضا ناقة نجيب، هذا هو المقصود، يعني كان قد تخير، مما يدل على أنه يعني يستسمن ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا اختيار البدن وهو الأفضل في الحج. طيب، وفي نسخة بختية، بختية قيل هذه كلمة معربة أصلها أعجمي،
وقيل هي إبل عربية، وقيل بل إبل خراسية خراسانية، وقيل إبل خراسانية تنتج بين عربية وغير عربية. والبخت من الجمال، البخت من الجمال معناها طويلة العنق، طويلة العنق، تجمع على بخت وبخات. والعراب من الجمال ومن الإبل هو ما ليس بختيا، ويقال العراب ما له سنام، والبختية ما لها سنامان، والله أعلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت البدنة، إذا نتجت البدنة، يقال نتجت الناقة على ما صيغة ما لم يسمى فاعله، أي ولدت، أي ولدت، إذا ولدت. أما أنتجت فقد حان وقت نتاجها، ونعم، ونتجها صاحبها إذا تولى أمر نتاجها. وأما هي إذا ولدت فيقال نتجت، إذا نتجت البدنة. فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. هذا في الهدي، إذا عين الهدي تقرب بها في الحج فقلدها، أشعرها أو جللها وكانت حاملا، ومثله إذا نذرها وجعلها تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وكانت حاملا، تنحر هي وأيضا جنينها. فقال ابن عمر: إذا نجد البدل الذي التي قلدها للحج وجعلها هديا وكانت حاملا فولدت، فولدت ماذا؟ تنحر هي وينحر ولدها كذلك. طيب، قال: يحمل فينحر معها لكن لا يحمل عليها. قال: فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. قال ابن عبد البر: فهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى أن الهدي لا يركب، لأنه قال: ولد الناقة إذا ولدته ونتجت فلا يحمله فوق الناقة، فوق الهدي، بل يحمله بشيء آخر، ولا شك لا يستطيع أن يحمله فوق عنقه، بل يحمله بشيء آخر. إذا لم يجد شيئا آخر ليحمله، له أن يحمله فوق أمه حتى ينحر معها، دل على أن الهدي يركب للحاجة والضرورة في قول ابن عمر، وذاك قول الجمهور الذي قلنا هو الأقوى. ثم روى مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت، أباه، أبوه من هو؟ عروة بن الزبير بن العوام، أحد الفقهاء السبع، أحد الفقهاء السبع قد ذكرناهم غير مرة. إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، فاركبها ركوبا غير فادح، كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وإذا اضطررت إلى بدنها، إلى لبنها، فاشرب بعد ما يروى فصيلها، أي ولدها الصغير، سمى الفصيل. فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها، فانحر فصيلها معها. نعم، وهذا سبق في أنه قول الجمهور، وهو أن الهدي يركب للضرورة ومثل الحاجة، وكذا إذا احتاج إلى لبنها شربه. وأما فصيلها الذي معها إذا ولدته فيتبعها في المحار. قال رحمه الله تعالى: العمل في الهدي حين يساق، العمل في الهدي حين يساق،
أي ما الذي يعمل في الهدي وما الذي يشرع فيه. وسوق الهدي المقصود به تعيينه ونيته لأخذه إلى الحج، إلى الحج لينحر أو يذبح هناك ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل في الهدي حين يساق فيه ثلاثة أعمال: التقليد والإشعار والإجلال. أما التقليد فهو أن يعلق على رقبة الهدي، على رقبة الهدي نعلا أو نعلين أو ما يشبه ذلك، أو شيئا من خشاش الأرض من الخلاء، ها، مما يوجد فيه كما قال لا يختلى خلاها من الخلاء، العشب الذي في الخلاء، هذا يسمى التقليد. وأما الإشعار فهو الجرح في صفحة العنق، أن يجرحه في صفحة عنقه جرحا طولا، هذه العنق جرحا طولا، فيسيل شيء من الدم فيسلته ويمسحه يمنة ويسرى، إشارة إلى أنه هدي، كما أن تعليق النعل إشارة إلى أنه هدي. وأما الإجلال، الإجلال فهو أن يتخذ شيئا من فراش يجعل فوق الإبل، يقطع موضع السنام، موضع سنام الإبل. نعم. قال: روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة، في بعض النسخ إلى القبلة أو للقبلة سيأتي، ثم يأكل ويطعم، ثم يأكل ويطعم. هذا في الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا أهدى هديا من المدينة قلد وشعر بذي الحليفة. وهذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه ماذا؟ قلد وأشعر بذي الحليفة، قلد وأشعر بماذا؟ بذي الحليفة. وقد يقلد أو يشعر ولو ماذا؟ قبل الميقات، قبل الميقات لا بأس بذلك، لكن هذا فيه أن السنة أن يقلد وأن يشعر ماذا؟ عند الميقات. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقلده قبل أن يشعر، وذلك في مكان واحد. يجوز التقليد ثم الإشعار، ويجوز الإشعار ثم التقليد، فكل جائز، كل جائز. أما الإبل والبقر فإنها تقلد نعلا واحدا أو نعلين، نعلا أو نعلين تقلد، أي توضع على رأسها أو على عنقها نعل أو نعلين أو ما يشبه ذلك، أو شيء من خشاش الأرض ومما يختلى في الخلاء. نعم، ولا خلاف في ذلك. أما الغنم، هل تقلد الغنم أو لا؟ ذهب الجمهور إلى أنها لا تقلد، وقال الشافعي بل تقلد، وهو الصحيح،
لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها فقلدها فيجوز تقليدها على الصحيح. وأما الإشعار فيشعر الإبل والبقر وكذلك على الصحيح الغنم يشعر فيوجع جرح في الطول ويسلت يمينا وشمالا والإشعار سنة في قول جمهور العلماء في الإبل والبقر على الخلاف في الغنم خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا يجوز الإشعار أصلا لأنه مثله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، والمقصود بالمثلى أن تعمد إلى جرح ولا حاجة لذلك، فلا يجوز التمثيل والمثلة لا في الإنسان ولا في الحيوان. فأبو حنيفة كأنه لم يبلغه الحديث أو بلغه على غير وجهه، ورأى الحديث الآخر القوي المتفق عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عند أهل العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة فقال بعدم جوازها. ومذهب الجمهور الصحيح لأن هذا عمل خاص، فالإشعار هو جرح يسير في رقبة الهدي ويمسح على اليمين وعلى اليسار قصد أن يظهر أن هذا هدي يساق إلى مكة فلا يتعرض له أحد. وأما الإجلال فهذا خاص بالإبل، وذلك في مكان واحد لا بأس أن يقلد ثم يشعر أو يشعر ثم يقلد، لا بأس بذلك، وهو موجه للقبلة وهذا يعني أخذ من عموم الأدلة. فجاء في الحديث أن خير ما استقبلتم به أو خير المجالس ما استقبل به القبلة وهذا الحديث قد يعني حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في الحديث ما يدل على فضل هذه الجهة وهي القبلة وذكرها في بعض الأحكام، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، هذا ما يدل على شرف هذه الجهة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلة ببول أو غائط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تفل قبل القبلة أتى يوم القيامة وقبلته بين عينيه، وقال تفلته عفوا بين عينيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبصق في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره، إلا إذا كان عن يسار أحد فليبصق بين تحت قدمه أو يفعل هكذا، وأخذ ثوبه ويعني يحكها. الآن توجد المنديل، يأخذ منديل ويبصق فيه. هذه جملة من الحديث مما يدل على شرف هذه الجهة، ولهذا يقول العلماء من باب هذه الأدلة العامة في بعض الأعمال يستحب أن تستقبل بها القبلة، مثل قراءة القرآن، مثل الدعاء، مثل سجود التلاوة في غير الصلاة، سجود الشكر في غير الصلاة في سجود الشكر كذلك، يعني وأنت تفعل شيء من الطاعات يعني طيب أن تستقبل القبلة لا بأس بذلك. وهو موجه للقبلة، وبعض النسخ إلى القبلة. يقلده بنعلين، بعضهم قال بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، وهذا مذهب مالك أن الإشعار يكون من الشق الأيسر لكن جمهور العلماء قالوا أن السنة أن يكون الإشعار من جهة اليمين، ما عدا أبو حنيفة قلنا لا يرى الإشعار. نعم، طيب لماذا ابن عمر أشعر من الشق الأيسر وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أن ابن عمر كان يهدي أكثر من بدنه،
فلعله تعسر عليه فشق إحداهما عن اليمين وتعسرت عليه الأخرى فشقها عن اليسار، محتمل هذا. وبعض أهل العلم قال لك أن تشعر من أي جهة شئت، اليمين أو اليسار، والأقرب أن السنة الإشعار من اليمين إلا إذا تعسرت عليه. ثم يساق أن يأخذه معه حتى يوقف به مع الناس. إذن الهدي هدي بدنه، ساقه من الحل معه، وقف به بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منا غداة النحر، غداة النحر يعني يوم النحر غدوا، وقت الغدو نحره. ولهذا مالك يقول أن النحر الهدي يكون بميناء بهذه الشروط: كونه هديا، ساقه من الحل، وقف به بعرفة، ونحره في أيام ميناء. في أيام ميناء إذا توفرت الشروط الثلاثة الذبح يكون في ميناء، إذا لم تتوفر يذبح وين؟ ذبح في مكة، حتى يوقف به بعرفة ثم يدفع به ما يدفعه. فإذا قدم غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وهذا أيضا من الأقوال التي هي في مذهب مالك. قلنا لكم أعمال النحر أربعة: رن حط، رمي ونحر وحلق وطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل قدمت أخر، يقول افعل ولا حرج. فمالك مذهب مالك من قدم وأخر قال افعل ولا حرج، ما عدا النحر والحلق لا بد أن يكونا مرتبين للآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا بد أن يكون الحلق بعد النحر، واضح؟ ولا تحلق حتى يبلغ، فتنحر تحلق. أما لو قدمت الرمي، لو قدمت النحر على الرمي، نحرت ثم رميت، نحرت ثم طفت ثم رميت ثم حلقت، ما في شيء. المهم يكون النحر قبل الطواف، لا يقدم، لا قبل الحلق، لا يقدم الحلق على الطواف. هذا هو مذهب مالك، وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي قال نحر حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. ففقهاء مالك قال أي ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وهذا أخطأ فصوب، لا شيء عليه. أما أن يتعمد فلا، الجمهور قالوا يجوز التقديم والتأخير. فالأفضل ترمي تنحر ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف، ومع الطواف السعي التفصيل الذي سبق. وهذه الأربعة الأفضل ترتيبها، لكن إذا قدمت وأخرت لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك افعل ولا حرج. قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، قلنا هذا هو الأفضل كما سمع، يصفهن قياما الإبل، وهي السنة في نحر الإبل، ويوجههن القبلة، ويوجههن القبلة، يعني في بعض النسخ للقبلة وفي بعضها إلى القبلة وفي بعضها إلى القبلة. نعم. شوف الرواية هذه، للقبلة في بعض النسخ للقبلة وفي بعضها إلى القبلة، في رواية هي هنا ويوجههن القبلة. نعم. والأصل أنه يتعدى بحرف الجر، وجه وجهه إلى القبلة أو للقبلة، لا
بنفسه. نعم، وقد يصح ذلك، وهذا فيه السنة في استقبال القبلة بالذبيحة أو بما يذبح أو ينحر، ثم يأكل ويطعم، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يقنع وعنده ما يكفيه وما يحتاج، هذا تعطيه هدية، والمعتر المحتاج تعطيه صدقة على قول بعض المفسرين وبعض الفقهاء. فالهدي ومثل الضحية تأكل منها وتعطي، والعطية قد يكون شيء منها صدقة وهو إعطاء المحتاج، وكان يكون منها هدية غير المحتاج الذي يعني قد ضحى وعنده شيء، تعطيه هدية تألفا وتقريبا بين القلوب. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. هنا ذكر أن الإشعار في السنام أي سنام الإبل، ظهر الإبل، وجاء في ذكر الإشعار أنه أيضا الجرح في صفحة العنق، يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وهذا في قول مالك رحمه الله أنه لا بد أن يخرج بالهدي إلى عرفة، لا بد، فيجمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه إن شاء عرف به وإن شاء لم يعرف به، فالأمر في ذلك على السواء ولا إشكال فيه، وهذا أظهر، وله أن ينحره بمنى وكذلك بمكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر ومكة كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثم روى مالك عن عبد الله النافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. تجليل الشيء تغطيته وستره، ويقال ما يستر به الدابة جلال، والجمع أجلة وجل، والتجليل تغطية السلام، وربما قطع قضاء السلام ووضعه فوقه، وهذا يعني في قول الجمهور خاص بالإبل. فإذا نحرها أتى بها مكة ونحرها، ذاك الجلال الذي جللها به أين ماذا؟ يكسو بها الكعبة، يكسو بها الكعبة. ثم صار بعد ذلك لما صارت تكسى الكعبة يصرف في غيره صدقة أو نحوها. ثم روى مالك أنه سأل عبد الله بن عمر ما كان عبد الله، أنه سأل عبد الله بن دينار عفوا، ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال كان يتصدق بها، فقال كان يتصدق بها. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، الثني فما فوقه. هذا في ذكر أسنان الهدي، في ذكر أسنان الهدي. أما الماعز ذكرانه وإناثه، والبقر أيضا والإبل أيضا، فلا يجزئ منها إلا الثني، لا يجزئ منها إلا الثني، وهذا باتفاق العلماء وإجماعه، بل وإجماعه، الثني من الماعز تيسا أو معزة، الثني من البقر ثورا أو بقرة، الثني من الإبل جملا أو ناقة. فالثني من الماعز
ما جاوز السنة ودخل في الثانية، أو ما كان له سنتين، أو جاوز السنة ودخل في الثانية وبدل الثانية. ومن البقر ما بلغ السنتين ودخل الثالثة، ومن الإبل أتم الرابعة ودخل في الخامسة، وقيل لا أتم الخامسة ودخل في السادسة. هذا الثني هو الذي يجزئ من المعز والبقر والإبل. وأما الغنم ففي قول جمهور العلماء أنه يجزئ منه الجذع. قال صلى الله عليه وسلم يجزئ، إن الجذع يجزئ مما يجزئ منه الثني، إن الجذع يجزئ مما يجزئ منه الثني، والجذع دون الثني، وهو في قوله أكثر أهل العلم ما أتم السنة، وقيل بلغ 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل ما بلغ 6 أشهر. وكونه يكون قارب السنة وأتمها أحوط. قلنا إذن في الغنم يجزئ الجذع. وأما حديث جابر في صحيح مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إذا لم تجدوا فتذبحوا الجذع من الظأن، الجذع من الظأن، هذا الحديث حمله أهل العلم على باب الأفضلية لا على باب اللزوم، لدلالة مجموعة من الأحاديث أن الجذع يجزئ ولو وجد ثنيا. قال صلى الله عليه وسلم إن الجذع يجزئ مما يجزئ منه الثني، والجذع ما دون الثني. ويقال أجذع إذا أسقط ليبدل ولم يبدل بعد. ومنهم من يرى الجذع يتعلق بصفة صوفه وأنه لا يزال لم يعني يصير لا يزال يعني واقفا لم يمل بعده. ومنهم من يحدده بماذا؟ بالسن، قيل 6 أشهر، وقيل 8، وقيل 10، وقيل السنة. نعم، إن لا تذبحوا مسن إلا مسنة إلا أن لا تجدوا فاذبحوا الجذع من الظأن. هذا الحديث حمل على الأفضلية والاستحباب، وبعض أهل العلم تكلم في إسناده. والحاصل أن الجذع يجزئ من الضأن. ثم روى مالك، فأثر ابن عمر هنا في الإشارة إلى أسنان الهدي. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلد حتى يغدو من منى إلى عرفة، يعني وقت الإجلال، وقت إجلالها، أنه ماذا؟ إذا غدا من منى إلى عرفة، يعني صبيحة يوم عرفة. ثم روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. هذا في بيان ما الذي يهدى في الحج، ومثل ذلك ما الذي يضحى به. فينبغي للإنسان أن يختار ما هو أفضل، كما قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استثمانها، أن يأتي بهديه عظيما سمينا يختاره من أغلاها وأسمنها وأعظمها، ومثل ذلك في الأضاحي فيختار الأفضل، ومثل ذلك يقال فيما يتقرب به إلى الله. ولهذا قال جل وعلا ولا تيمم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ولا تيمموا الخبيث منه أي لا تقصدوا إلى الرديء إلى الرديء فتتصدقون به، ولو أن هذا الرديء تصدق به عليكم ما أخذتموه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، تأخذه عن مضض وليس يعني محبة وراحة. فإنسان يتخيل الأعظم نعم ويتصدق ويهدي ما هو أفضل، وإن كان في الزكاة مثلا يتصدق من أوسط ماله والأفضل من أفضله لأنه يتقرب إلى الله تعالى. الله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. شوف السؤال هذا شكوك. ما مقدار، هل هناك مقدار محدد في العطاء من الأضحية؟ تعطي ما تشاء، تصدق منها بما تشاء، لا يلزم. بعض أهل العلم قال تمسك الثلث وتتصدق بالثلث وتهدي الثلث، هذا ليس تحديدا لكن تجمع بين الأكل منه والصدقة والهدية ويكن ما شاء، فكلما تصدقت أكثر كلما كان أفضل. وقيل وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما بقي من أضحيتنا؟ قالت الكتف، قال بل لم يبق إلا، بل بقيت كلها إلا الكتف، فالكتف تأكله والباقي أو ما تصدقت به أجره صدقة والآخر أكلته، وإن كان يؤجر على الأكل من الأضحية لا شك ولا ريب، لكن فيه ما يدل على أفضلية الصدقة والإكثار ووصل الناس بذلك. ما حكم المهيبة وهي، وهل يثم فاعلها ومقدمها؟ وهي إعطاء المخطوبة قطعة من الأضحية، لا بأس به. الأصل في الإهداء الجواز، الأصل في الهدايا الجواز، ما لم تقترن بشيء حرام تعلق باعتقاد أو بشيء معين. ها، واحد نصراني يحتفل بالصليب بعيد الميلاد وبصليب، فتهدي له هدية ما يجوز. لكن أن تهدي للكافر هدية جائز، لكن تهديها بمناسبة عيد الصليب أو عيد شركي وعيد كفري لا يجوز. أو هذا ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بشيء ممنوع محرم تهديه هدية بهذه المقابلة المناسبة هذا يمنع، وإلا فالأصل في الإهداء الجواز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فالهدية مما يرغب فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ويرد بأفضل منها. هذا والله أعلم. وبالنسبة للدروس، هذا البرنامج الذي يسير عليه عندنا الموطأ يومي، في يومي السبت والأحد، وعندنا تسميع القرآن مع تفسير السعدي اثنين وثلاثاء، والأربعاء عندنا رياض الصالحين، الخميس الأصل بعث البشائر في ذكر أعلام الجزائر إذا كان في الوقت وفي القدرة إمكانية، وإلا فيعني نعتذر عنه. هذا البرنامج الذي نسير عليه والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.